شد حالك شو بقى؟ شليانات لحد روح فتحية بين ايدينا. لك خلص استفقاد الله رحمة، شو بك يا زلمة؟ المهم هلا اسمعني اسمعني بلاطلوس. لك انت ما بتعرفني فتحية، لك ما بتعرف ما بتعرف. لا بعرف، بعرف انه طول عمركم انت واخوك قاتلين حالكم عليها، بس هلا مو وقته هذا الحكي عمنا، هذا اذا ما قلنا غير شيء. شو الغير شيء؟ شو يعني؟ يا سيدي ما عاد فرقت ولا كلمة بهذا الموضوع زيدان، عم تفهم؟ ولا كلمة عم قلا. في شغلة هلا أهم بكتير، شغلة الله يعينها لفتحية عليها. لك بفديها بروحي، بقلبي، بعيوني، بس ما يصير لها شيء. لك هلا إذا مو متصاوبة ما رح يصير لها شيء، بس تتحمل لأنه لأنه شو قول؟ أهلها ما طلع منه المخبر، أبوها وأمها وأخوها راحوا فيها. الله يعينه، بقى شوف شلون بدك تدبر الموضوع. لا تقول، شو يعني؟ ماتوا؟ ماتوا ماتوا أخي ماتوا، الله يرحمهم ماتوا راحوا. ولي على أخت البلا، شو بدنا نقول للمخلوقة؟ لك أخي ما عندهم أهل، ما عندهم قريبين، حدا نحكي معهم. ما بعرف والله ما بعرف. مين بيعرف لك؟ مو أنت وأخوك المعتب كنتوا تحبوها؟ لك شبك ليش عم تحكي بالعراض؟ ليش عم تغلط علينا؟ خلص بك سيدان، عم بقول لك في ثلاث جساس من النقاحين بالبراد، وليش عم تنك وتزيد؟ شبك؟ أعمل لك شيء ما صار منوب. عن جد خالته؟ بس بشرط. شو هو؟ مو تروحي لبرا وتتنعمي وتنسينا. والله والله بعمل لك سحر برجعك على البلد على بوزك. هلا أنا حكيت شيء؟ لا ما حكيتي، بس اللي أوله شرط آخره سلام. نحن عم نعمل كل هي القصة لحتى نطلع من هالبلد. يعني هذا الشرط لازم يكون شرطك الأساسي عليه. أصلاً أنا ما فيني أعيش بدون أهلي. تعيشي؟ لك هنيك مو بس عيشي، هنيك غير غير شيء. حتى لو طلع بلد عربي؟ بلد عربي أنت الثانية، لك ها طقك شو حوبة.